في الخامس من رمضان سنة 666 هجريا نجح المسلمون بقيادة بيبرس في استرداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت أسيرة في أيديهم 170 عاما. وكان لوقوعها صدى كبيرا، فقد كانت ثاني إمارة يؤسسها الصليبيون في الشرق سنة 491 هجريا. في الخامس من رمضان سنة 1367 هجريا قامت وحدة كوموندوس صهيونية بقيادة موشي ديان بارتكاب مجزرة في مدينة اللد بفلسطين، حيث اقتحمت المدينة وقت المساء تحت وابل من القذائف المدفعية، وقتل في الهجوم 426 فلسطينيا. ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل بعد توقف عمليات القتل اقتيد المدنيون إلى ملعب المدينة حيث تم اعتقال الشباب، وأعطي الأهالي مهلة نصف ساعة فقط لمغادرة المدينة سيرا على الأقدام دون ماء أو طعام، مما تسبب في وفاة الكثير من النساء والأطفال والشيوخ. في الخامس من رمضان سنة 113 هجريا ولد عبد الرحمن الداخل صقر قريش في دمشق، وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. أسس عبد الرحمن الدولة الأموية في الأندلس عام 138 هجريا بعد أن فر من الشام إلى الأندلس في رحلة طويلة استمرت 6 سنوات بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هجريا. من حوادث الخامس من رمضان سنة 362 هجريا دخل المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة قادما من المهدية بتونس بعد 3 سنوات من سقوطها بيد قائده جوهر الصقلي، الذي تمكن من دخول مصر والاستيلاء على العاصمة الفسطاط في 358 هجريا دون مقاومة تذكر، حيث سلخت مصر عن الخلافة العباسية وأصبحت ولاية فاطمية عام 969 للهجرة. وبأمر الخليفة الفاطمي بدأ جوهر يعد العدة لبناء مدينة جديدة تمهيدا لنقل مركز الدولة الفاطمية من تونس إلى مصر، فبني للخليفة قصر فخم شمال الفسطاط، وبني معه منازل الوزراء والجند. في مثل هذا اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام 93 هجريا بعد انتصار طارق بن زياد في معركة وادي ليكا التي اشتعلت في 28 من رمضان من سنة 92 للهجرة وانهزم فيها ريكاردو قائد الإسبان، قام موسى بن نصير قائد الجيش العربي المسلم في شمال إفريقيا في مثل هذا اليوم بالعبور بجيش مكون من 18,000 مقاتل إلى إسبانيا محاولا إتمام الفتح الإسلامي لها. في مثل هذا اليوم من سنة 534 هجريا سار المجاهد عماد الدين زنكي إلى حوران، وقد علم بتحركات الصليبيين إلى دمشق عازما على قتال الفرنج قبل أن يجتمعوا بالدمشقيين، فلما سمع الفرنج خبره لم يفارقوا بلادهم لشدة خوفهم من المجاهد عماد الدين زنكي، في حين عاد إلى حصار دمشق من جديد، ولكنه رحل عنها عائدا إلى بلده وأجل موضوع دمشق إلى وقت آخر لإحساسه بضعف قواته أمام التحالف الصليبي.
Thank you.